كما تمكنت عناصر من الأمن الوطني بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران من حظر أكثر من 5000 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. كما تمكنت تقول مصالح الأمن في عملية أخرى من حظر أكثر من 6752 وحدة خمر بحي سيدي الهواري ووسط المدينة، ليصل مجمل المشروبات الكحولية المحجوزة أكثر من 12000 وحدة.